الزلزال كارثة طبيعية لا دخل لأحد بها، ولا مجال للشماتة أو السخرية، إنما هي مجال للتكاتف من أجل إنقاذ من يمكن إنقاذه من إخواننا. لكن ليس الجميع يفكر بنفس الطريقة، فمثلا مجلة شارلي إبدو الفرنسية للكاريكاتور، وهي مشهورة بإثارة الجدل، نشرت كاريكاتور يسخر مما حدث، فقد كتبت: séisme en Turquie, même pas besoin d'envoyer de chars. أو زلزال في تركيا، ليس هناك داع لإرسال دبابات. لا نعرف ما الهدف من هذا الكاريكاتور، وما الدافع وراءه، ومن المقصود بالضبط من هذه السخرية. للحديث عن هذا الأمر بشكل موسع، معنا الصحفي وخبير مواقع التواصل الاجتماعي أحمد الشيخ. أحمد، أهلا وسهلا فيك معنا. بالبداية نعرف أن مجلة مثل شارلي إبدو في أغلب الأوقات جريئة جداً، لكن هل في مواثيق الشرف والأخلاق في العمل الإعلامي ما يسمح بتناول كارثة طبيعية بهكذا سخرية؟ هي شارلي إبدو بتصف نفسها بالجريئة، ولكن هي في الحقيقة متطرفة، لأن زي ما في تطرف باسم الدين وباسم السياسة والاقتصاد، هناك تطرف في السخرية، وهذا ما تمارسه شارلي إبدو. دي مش أول مرة تسخر من ضحايا زلزال، هي عملت كده في 2016 عندما سخرت من ضحايا زلزال إيطاليا، وبالتالي يعني هذه السخرية اللاذعة غير المقبولة ليست مقتصرة على الضحايا في الشرق الأوسط، ولكنها امتدت إلى الضحايا في أوروبا أيضا. وعندما يعني أثارت غضب المسؤولين والصحفيين والنشطاء الإيطاليين وهددوا بمقاضاتها، أصدرت كاريكاتير آخر وانتقدت فيه يعني المسؤولين عن الأبنية وعن التصريح في إيطاليا، وقالت إنهم مخترقون من جانب المافيا، فاستفزت الإيطاليين مرة أخرى، لأن ده مش وقت هجوم ومش وقت سخرية، وبالتالي فده طبعا يعني ما فيش طبعا في مواثيق الإعلام ما يسمح بهذه السخرية، خصوصا إذا كانت متطرفة، وإذا كانت يعني تهين الضحايا وتزيد من جراحهم. طيب ما الذي يدفع منبر إعلامي مثل شارلي إبدو أو غيره أيضا إلى تناول الزلازل أو أي كارثة طبيعية بهذه السخرية؟ شارلي إبدو وغيرها دي بتكون فرصة بالنسبة ليهم إن هم بيثيروا الجدل وبيطرحوا نفسهم على الساحة الإعلامية مرة أخرى، بدليل إن إحنا دلوقتي بنناقش شارلي إبدو وافتكرناها بعد فترة يعني من نسيانها. دي مش المرة الأولى اللي هي تسخر فيها من الضحايا، زي ما قلنا في إيطاليا هي برضو سخرت من الطفل السوري إيلان كردي، ونشرت عنه يعني عدة صور، مش مجرد صورة واحدة، مش يعني سخرت منه مرة واحدة، لا سخرت منه مرات عديدة. سخرت من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يعني أساءت إليه وأساءت للسيد المسيح، وبالتالي فهي يعني تتبنى هذا الأسلوب، وهذا هو طريقها لتحقيق الشهرة. لو نفتكر بعد الأحداث بتاعت 2015 كان في تضامن كبير جدا مع شارلي إبدو، والمجلة اللي هي بتنشر عدد محدود ويعني انتشارها محدود طبعت نسخ بالملايين ولقيت دعما كبيرا، وبالتالي فيها تستغل هذه الأحداث بهذا الأسلوب الفج للحصول على تغطية إعلامية نعم. كبيرة وعلى دعم ومن خلال إثارة نعم. الجدل. طيب بعد الفلوجرز والمدونين أيضا خرجوا علينا بفيديوهات يسخرون منها في الزلازل، صحيح أنهم اعتذروا لاحقا، لكن ما زال الأمر يحتاج إلى تفسير. هو محتاج إلى تفسير نفسي وعقلي قبل ما يكون إعلامي. الناس دول هو طبعا برضو للاسف دي مش اول مره، يعني انا شفت الفلوجر اللي معروف باسم مستر فود في لبنان، المفروض ان هو بيتكلم عن الاكل والطبيخ، يا ريته كان خلاف الطبيخ، ولكن هو المره دي اساء لضحايا الزلزال. دي مش اول مره يسيء الى اخرين، هو قبل كده اساء الى احد الباعة الجائرين في لبنان وتطاول عليه بشكل غير مقبول، او سخر منه يعني وقلل من قيمته، وده اثار الكثير من التعاطف مع هذا البائع والكثير من الانتقاد لهذا الشخص. هم طبعا الناس اللي بيعملوا كده على السوشيال ميديا هم فاهمين كويس قوي ان مفيش دعاية سيئة، الدعاية دائما إيجابية، حتى لو كنا بننتقدهم فده برضو دعاية جيدة بالنسبة ليهم، لأن الناس بتسمع عنهم وبيعملوا جدل وبياخدوا بقى مشاهدات أخرى، وبالتالي فهم بيستفيدوا من هذه الأحداث. وشفنا برضو أيام يعني في عز الأزمة السورية، في عز ما الناس كانت بتتقتل بالبراميل المتفجرة كان في ناس بتسخر منهم فقط لإثارة الجدل.
نعم، الصحفي وخبير مواقع التواصل الاجتماعي أحمد الشيخ، شكرا جزيلا لك.